كرم على اوضتك. انا مش كرم، انا كريم. يلا يا واد كريم على اوضتك. لا مش كريم، انا كرم. يلا يا ولد. قصه طبق الاصل منه. احمد حلمي يشارك مقطع فيديو مع ابنه والجمهور في حيره. شارك النجم احمد حلمي مقطع فيديو على حسابه على تيك توك وهو بيقدم مقطع من فيلم إدادة دودي للطفلين التوأم والتشابه ما بينهم لما كانوا بيقولوا أنا مش كريم أنا كرم، وبيظهر أحمد حلمي مع شاب صورة طبق الأصل منه، وكان فاكر الجمهور إن ده ابن أحمد حلمي لأنه بيحمل نفس الاسم، واتضح في الأخير إنه ابن شقيقه. أنا مش كرم، أنا كريم. يلا يا كريم على أوضتك. لا مش كريم، أنا كرم. يلا يا ولادي يلا. وكان تعرض الفنان أحمد حلمي لموجة هجوم شديدة، وده بعد ترويجه لأحدث أعماله المسرحية ميمو والمقرر عرضها في موسم عيد الأضحى، ومتابعين الفنان أحمد حلمي هاجموه بشدة مبررين فعلتهم بأن التوقيت لا يتلائم مع نشر مسرحيات وأفلام احتراما منه لمشاعر الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف اللي بتمر بيها رفح الفلسطينية. مع أن اللافت أن الفنان أحمد حلمي لم يروج للمسرحية اليوم، بل كان نشر البوستر الرسمي ليها منذ 4 أيام.